مثال على كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية. فيما يلي القوائم المالية والمعلومات الإضافية الخاصة بشركة الأمل التجارية، وذلك عن السنة المنتهية في 30/12/1433. وكما ذكرنا، فإن إعداد قائمة التدفقات النقدية يتطلب ضرورة توافر مصادر ثلاثة أساسية. المصدر الأول ضرورة توافر الميزانية العمومية المقرنة، ثم توافر قائمة الدخل عن الفترة الحالية، ثم توافر أي معلومات إضافية أخرى. المصدر الأول الميزانية العمومية المقرنة لشركة الأمل كانت على النحو التالي: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية ما بين بداية الفترة ونهايتها، حيث بلغت أرصدة الأصول على النحو التالي: النقدية كان رصيدها في بداية 33,150، بينما بلغ رصيدها في نهاية الفترة 1,700، وهذا يعني أنه قد حدث زيادة في رصيد النقدية ما بين بداية ونهاية الفترة مقدارها 550 ريال. أيضا بالنظر إلى رصيد المدينون في الميزانية، نجد أن رصيد المدينون كان عبارة عن 1,300، أصبح في نهاية الفترة 1,750، وهذا معناه أنه قد حدث زيادة ما بين بداية الفترة ونهايتها في رصيد المدينين مقداره 450 ريال. المخزون كان الرصيد في بداية الفترة 1,900، بينما أصبح رصيد المخزون في نهاية الفترة 1,650، وهذا يعني أنه قد حدث نقص في رصيد المخزون مقداره 250 ريال. الأصول الثابتة كان رصيدها في بداية الفترة 1,700، أصبح رصيدها في نهاية الفترة 1,950، وهذا يعني أن الأصول الثابتة زاد رصيدها بمقدار 250 ألف ريال. نسبة لمجمع استهلاك الأصول الثابتة، كان رصيد مجمع الإهلاك في بداية الفترة 1,150، أصبح الرصيد في نهاية الفترة 1,200، وهذا يعني زيادة رصيد مجمع الإهلاك ب 50 ألف ريال. الاستثمارات طويلة الأجل كان رصيدها 1,400 ريال في بداية الفترة، أصبح رصيدها في نهاية الفترة 1,300، وهذا يعني نقصان الاستثمارات طويلة الأجل بمقدار 100,000 ريال. هذه الزيادات أو النقصان الذي ترتب على أرصدة الأصول الظاهرة أمامكم، ترتب على هذه الزيادات أو النقصان دخول أو خروج نقدي. بالنظر إلى الالتزامات وحقوق الملكية، رصيد الدائنون، رصيد الدائنون كان في بداية الفترة 900، أصبح في نهاية الفترة 1,200، وهذا يعني زيادة رصيد الدائنون بمبلغ 300,000 ريال. أيضا المصروفات المستحقة كان رصيدها في بداية الفترة 300، أصبح رصيدها في نهاية الفترة 400، وهذا يعني زيادة رصيد المصروفات المستحقة ما بين بداية الفترة ونهايتها ب 100,000 ريال. بالنظر إلى السندات، رصيد السندات كان في بداية الفترة 1,500 ريال، أصبح رصيدها في نهاية الفترة 1,200، وهذا يعني نقصان رصيد السندات بمقدار 300، وهذا معناه أن الشركة قامت بسداد جزء من السندات المستحق عليها مقداره 300,000 ريال. أيضا بالنسبة لرأس المال، كان رصيد رأس المال في بداية الفترة 1,700، أصبح في نهاية الفترة 1,900، وهذا يعني زيادة رصيد رأس المال بمقدار 200,000 ريال، أي أن الشركة قامت بإصدار أسهم جديدة ترتب عليها دخول نقدية مقدارها 200,000 ريال. المعلومة الثانية لإعداد قائمة الدخل، لإعداد قائمة التدفقات النقدية، هي قائمة الدخل عن الفترة الحالية 1,433 على النحو التالي. وقائمة الدخل الظاهرة أمامكم معدة وفقا لأساس الاستحقاق، حيث ظهرت على النحو التالي: المبيعات بلغت 6,900,000 ريال بطرح تكلفة البضاعة المباعة 4,700، نصل إلى أن مجمل الربح 2,200 ريال بطرح مصاريف التشغيل المتمثلة في المصروفات البيعية ومقدارها 450 ريال، مصروفات الإدارية ومقدارها 650 ريال، ثم مصروفات الاستهلاك 50 ريال، نصل إلى أن مجموع مصاريف التشغيل 1,150 بطرحها من مجمل الربح، نصل إلى أن صافي الدخل السنوي المعد وفقا لأساس الاستحقاق بلغ 1,050 ريال.
المصدر الثالث المعلومات الإضافية الأخرى، بلغت توزيعات الأرباح التي قامت الشركة بتوزيعها نقدا خلال السنة 500,000 ريال، وهذا يعني خروج نقدية، تدفق نقدي خارج من الأنشطة التمويلية مقداره 500,000 ريال. أيضا قامت الشركة ببيع استثمارات طويلة الأجل بقيمتها الدفترية بلغت 100,000 ريال، وهذه المعلومة تم التوصل إليها من خلال الميزانية العمومية المقارنة. أيضا تم شراء أصول ثابتة جديدة خلال السنة بمبلغ 250,000 ريال نقدا، وهذه المعلومة أيضا تم التوصل إليها من خلال الرجوع إلى الميزانية العمومية المقارنة. أيضا تم إصدار أسهم جديدة بقيمتها الإسمية بمبلغ 200,000 ريال، كما قامت الشركة بسداد سندات قيمتها 300,000 ريال، وذلك أيضا أو تلك المعلومات أيضا تم التوصل إليها من خلال الميزانية العمومية المقارنة. في ضوء المعلومات السابقة يمكن إعداد قائمة التدفقات النقدية باتباع الخطوات التالية، والتي تبدأ بالخطوة الأولى والمتمثلة في تحديد التغير في رصيد النقدية، وذلك بمقارنة رصيد النقدية آخر الفترة برصيد النقدية أول الفترة، ووصلنا إلى أن الزيادة التي حدثت في النقدية وصلت إلى 550,000 ريال، حيث كان رصيد النقدية في بداية الفترة 1150، أصبح في نهاية الفترة رصيد النقدية 1700 ريال بزيادة قدرها 550,000 ريال.